باشرت اليوم لجنة صرف الإكرامية المقدمة من ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان ابن عبد العزيز لأسر شهداء وجرحى الجيش الوطني بمحافظة مأرب. وفي تدشين عملية الصرف الذي بدأته اللجنة المتخصصة، قدمت اللجنة خالص الشكر والامتنان لملك المملكة العربية السعودية على هذه المكرمة الإنسانية التي ستخفف من معاناة أسر شهداء وجرحى الجيش الوطني. هذه الإكرامية التي تدل على مدى العلاقة والتحام الدم بين الأشقاء العرب في اليمن ودول التحالف، نقدم الشكر في البداية إجلالا لقوات التحالف وجميع دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ونخص فيها الملك سلمان بن عبد العزيز. وعبرت أسر شهداء وجرحى الجيش الوطني عن أصدق المعاني والقيم النبيلة لملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على اهتمامه بأسر شهداء وجرحى الجيش الوطني. لقيناكم في هذا اليوم ونحن نتسلم يعني مكرمة الشهداء المهدى يعني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بطل الحزم والعزم الذي عاننا هو قوة التحالف يعني في أسوأ ظروف، وستبقى هذه دينا على اليمنيين ما حيوا، لأن احنا تعرضنا لهجمة يعني هجمة يعني من قبل نظام الملايا يعني هجمة يعني لا أتعرض لها أي شعب. نشكر صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وقيادة التحالف بمحافظة مأرب على هذه الكرامية الذي منحوبها أهالي الشهداء وللأسر أسر الشهداء الذي قاموا بواجبهم ضد ميليشيات الحوثي وعفاش الذي قامت بالانقلاب على الشرعية. ونشكر المملكة العربية السعودية ونشكر دول التحالف بشكل عام. هذه اللفتة الإنسانية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين لأبناء الشهداء والجرحى لن تنساها الأجيال القادمة، وسيخلدها التاريخ بأحرف من نور. ارتياحا واسعا يعم أسر جرحى وشهداء الجيش الوطني وهم يستلمون المكرمة المقدمة من ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز. رفيق السامعي، قناة عدن، محافظة مأرب.